أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني في الأيام القليلة الماضية جاءتني كثير من الأسئلة حول مصر، وتتكلم ما حال مصر في آخر الزمان. يعني لربما ابتدأت الأسئلة من لحظة مغادرة السيسي إلى البلاد في اتجاهه إلى أمريكا، وابتداء مظاهرات واعتراضات من الناس على عودته ومطالبتهم برحيله، وسكوت الجيش عن هؤلاء. احنا بنعرف ان السيسي من الجيش، من منظمة الجيش، والجيش هو الذي يحمي السيسي، ولكن في هذه الفترة، في هذا الخروج، يصمت هذا الجهاز على كلام الناس، على ما يبدو أن هناك أمور داخل هذه المؤسسة تريد تغيير وجه السيسي. لا نعلم الخلافات الداخلية الموجودة، لأنه هو يصمت على نداءات الناس ونداءات جماعات من الناس في تظاهرهم ضد السيسي. فنقول إخواني، نحن سنتكلم في الأمر من منظور شرعي بإذن الله. أول شيء نقول أن تقسيمة البلاد في آخر الزمان حسب ما قسمها لنا صلى الله عليه وسلم، يعني قسم لنا ووجهنا أن الأحداث ستكون مرتبطة مع مجموعة من الدول، ومصر جاءت في بعض الأحاديث. يعني نعلم إخواني أن هناك مجموعة من البلاد ستقع فيها الكوارث والفتن والحروب، ومجموعة من الدول، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وجهنا أنه هاي ستكون أفضل المعاقل في آخر الزمن. سنبتدأ من النهاية، ألا وهما الشام واليمن. الشام واليمن، وبالأخص الأرض المقدسة أو الأرض المباركة أو بيت المقدس كما جاء في كثير من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هم آخر معاقل الصالحين، آخر معاقل الصالحين. نبدأ بذكر بعض الأحاديث عن فضائل الشام واليمن. يعني عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني تكلم في مجموعة من الأحاديث، يعني فمثلا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. يعني هذا حديث متفق عليه، يتكلم في فضائل أو بعض فضائل أهل اليمن. وأيضا إخواني عنه صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر أنه قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. هذا الحديث يعني موجود في صحيح البخاري. أيضا إخواني عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشام. قلنا: لأي ذلك يا رسول الله؟ يعني لأي سبب؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي. وعن ابن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنود أو جنودا مجندة، جند يعني عدلنا، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. فقال ابن حوالة يعني اختر لي يا رسول الله، قال إن أدركت ذلك فقال عليك بالشام، قال عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يشتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم، فإن الله توكل لي بالشام وأهله. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا كما روينا. هلأ في هذه الرواية زيادة، يعني يقول السائل أو السامع وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا وفي نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن وبها أو قال منها يخرج قرن الشيطان، يعني أو بها قرن الشيطان أو منها يخرج قرن الشيطان. هذا الحديث كما قلنا رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وأيضا إخواني عن أبي الدرداء، الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. هذا الحديث رواه أحمد والطبري، وقال الهيثمي ورجال أحمد رجال الصحيح. وأيضا إخواني عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخرج نار من نحو حضرموت أو من حضرموت تسوق الناس، قلنا يا رسول الله فما تأمرنا، قال عليكم بالشام. روى هذا الحديث روى أبو يعلي، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وأيضا إخواني عن أبي هريرة أن النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم خذلان من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. يعني هذا الحديث رواه أبو يعلي، وقال الهيثمي رجاله ثقات. وأيضا إخواني أخرج الطبراني من حديث عبد الله بن حوالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لواء تحمله الملائكة، فقلت ما تحملون، قالوا عمود الكتاب أمرنا أو أمرنا أن نضعه بالشام. قال وبينما أنا نائم رأيت عمود الكتاب اختلس من تحت وسادتي فظننت أن الله تخلى عن أهل الأرض فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع حتى وضع بالشام. وهذا الحديث حسن ذكره أو حسنه الحافظ ابن حجر وإسناده في فتح الباب. وهناك إخواني كثير من الأحاديث التي تتكلم عن فضائل الشام واليمن أو أهل الشام وأهل اليمن. الخلاصة أن آخر معاقل الصالحين ستكون في الشام واليمن. وهنا إخواني من هذا الباب يأتيني كثير من الأسئلة حول جماعة موجودة في اليمن، وإحنا موجودين باعتبار في الشام في بيت المقدس وفي المسجد الأقصى، وهؤلاء الجماعة وهذه الجماعة اللي اسمها أنصار المهدي أو جماعة أنصار المهدي اللي موجودة في اليمن، تجيني كثير من الأسئلة. لذلك إخواني أريد أولا أن أنبه أن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أصدق من كل شيء، وعلينا احترام والتزام مضمون هذه الأحاديث نصا وروحا. علينا أن نثق بهؤلاء أنهم سيكونون من خيرة أهل الأرض في آخر الزمان، إلا أنه إخواني لا يمنع بتاتا أن هؤلاء يكونوا تحت حرب من الشيطان، تحت حرب
عشان هيك إخوان نحن نفرق تفريق كامل ما بين الأفراد والأشخاص المتواجدون في الشام وفي اليمن وما بين من يقودهم أو من يشن الحرب عليهم. يجب أن نفرق ما بين هذا وهذا. فنقول إخوان يعني كأفراد كأشخاص كأناس موجودين في اليمن نحسبهم إن شاء الله من الصالحين ونحسبهم أنهم سيكونوا أنصار المهدي. إلا أنه إخوان هون لابد من النصيحة والدين النصيحة ولابد من التناصح وإرسال النصائح وبالأخص ما بين هاتين البقعتين اللي تكلم عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيكون من خيرة أهل الأرض في آخر الزمان. إن أنا لم أرسل نصائحي لإخوتي في اليمن فإخواني يعني سيكون هذا يعني نقص وخلل كبير في أعمالنا وأفعالنا وتصرفاتنا في آخر الزمن. وإن هم لم يتقبلوها ولم يأخذوها القبول الحسن فسيكون هذا أيضا أخواني من قبيل النقص العظيم في آخر الزمن. لذلك إخوان أنصح هؤلاء أولا أن المسلمين وبالأخص آخر معاقلها ستكون تحت حرب وأعظم الحروب ستكون على أهل الشام وأهل اليمن لأنهم سيصبروا وسيصمدوا وسينجوا بإذن الله. ولربما إخواني كان لهذه النصائح سواء من اليمن للشام أو من الشام لليمن سيكون لها الأثر في الصمود وفي غربلة كل الأمور والوقوف على الحق. من النصائح إخواني أن جزء من هذه الحرب ستكون موجهة بصورة أو بغلاف إسلامي حتى تحدث أكبر الضرر. يعني الضرر العظيم مش الضرر اللي بيجي مباشرة من أعدائنا لأنه أعدائنا مكشوفين. الضرر العظيم يأتي ممن يدعي أنه من أبناء جلدتنا منا. من هون بيجي الضرر العظيم. يعني لو أجاني إنسان غريب كافر وآذاني أو اشتكى علي أو قام بالإبلاغ عني أني فعلت كذا وكذا ووصلني وعلمت أن هذا الشخص هو الذي آذاني شو بقول؟ أحتسب أجري على الله وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما الألم العظيم متى يكون؟ عندما أكتشف أن الذي آذاني مين هو؟ ابن جلدتي، أخوي، ابني، ابن عمي، ابن خالي، قريبي، جاري. وقتها سيكون الألم العظيم. عشان هيك إخواني أعظم الضرر الذي يحدث إنما يأتي ممن يدعون أنهم منا فينا. هذا أعظم الضرر اللي بحدث. عشان هيك إخوان نقول أن هناك أناس سيأتوا ويتكلموا ويحاربوا الإسلام وكأنهم مسلمين وهم ليسوا بمسلمين. وأذكركم إخوان وأذكركم يعني منارتنا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله وقال الرسول هذه منارتنا. نتذكر أن المهدي في آخر الزمان سيشن أربعة حروب. الحرب الأول مع تغزون الحجاز مع أهل الحجاز، والحرب الثانية مع أهل فارس، والحرب الثالثة مع بني الأصفر، والرابعة مع الدجال. فإن كان المهدي سيقوم بشن هذه الحروب الأربعة مع هؤلاء الجماعات الأربعة الحجاز فارس بني الأصفر وجماعة الأعور الدجال أو الأعور الدجال مع حزبه يعني حزب الشيطان خلينا نتكلم، فماذا هذا يعني لنا؟ يعني أن هناك خلل عظيم في هذه الجماعات الأربعة. تنتين منهم إخواني محسوبين علينا اللي هم الحجاز وفارس، ولكن سيكون هذا الظاهر أو أن هاتين الجماعتين قررت في آخر الزمان أن تذهب باتجاه المصالح لا باتجاه أوامر الله عز وجل، وأن تحاول أن ترضي الشيطان لمصالحها ابتغاء تحقيق مصالحها على حساب الشرع والدين ولا حساب المسلمين. لذلك إخوان نقول لإخوتنا في اليمن علينا إن نحن أردنا أن ننصر المهدي أن نحدد أولوياتنا، أن نكون مع قال الله وقال الرسول. فكما قلنا يعني بلاد الحجاز لن أتكلم بكلمة أخرى،
بلاد الحجاز وبلاد فارس ستكون جزء من الحرب على الإسلام أو على المهدي في آخر الزمن. ولا بد أن إخوتنا في اليمن إن هي نظرت حولها ستجد أن هناك من يحيطها وهناك من يحاول أن يوجهها من هاتين الجماعتين. لذلك إخوان وجب التنبيه، يعني كيف ترضى أن يقودك ويوجهك إنسان سيكون عدو للمهدي اللي أنت عمالك تعد العدة في آخر الزمان حتى أنك تنصره؟ كيف تريد لعدو المهدي أن يقودك وكيف تقبل أن يقودك؟ لربما إخوان كان هناك جماعات من خلينا نقول الجماعات الأربعة التي ستحارب المهدي في آخر الزمان ستتخفى بلباس أيضا أهل السنة، أهل السنة ربما تخفت، ولربما كانت على الحقيقة هي من أهل السنة إلا إنها لقاء مصالحها باعت نفسها لمين؟ لأحد هؤلاء الجماعات الأربعة وبدأت تعمل لمصالح. من هون إخوان بوجهكم كيف تعلم أن شخص ما أو جماعة ما أو مجموعة من الناس بدأت تنحرف عن مسيرها أو تتكشف أمورها أنها ليست كما تدعي؟ إخواني في آخر الزمان لربما كانت فكرة سني شيعي هي أعظم الأمور أو الكواشف التي تكشف حقيقة الإنسان. إحنا بنعرف شرعا إنما المؤمنون إخوة، والله سبحانه وتعالى طالبنا وقال واعتصموا بحبل الله جميعا. أي إنسان بيقول لك سني وشيعي مباشرة يعرف إنه شو في عنده، في عنده خلل يريد أن يقسم الناس. وأيضا إخواني أي إنسان يبدأ بالعودة والتكلم عن علي ومعاوية والحسن والحسين ومين أفضل من مين فيهم والحق على مين ومين اللي كان صح ومين اللي كان خطأ، إنما نقول هذه إخواني من حبائل الشيطان. من حبائل إيش؟ الشيطان. يعني لو إحنا سألنا هون إخواني أنا بنبه أعلم إنه في ناس مغرضة راح تيجي تاخذ جزء من كلامي وتقص الكلام وتاخذ جزء من كلامي وتحطه وتقول هاي الشيخ بتكلم. يعني انا لما اتكلم عن معاوية واتكلم عن علي واتكلم عن يزيد بالنسبة الي انا ما بساوي بيناتهم، ما بقول هدول والله سواسية نفس الاشي، لان هذا اصلا ليس من شأني. ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هذا شأن مين؟ شأن الله سبحانه وتعالى. من المؤكد أن في واحد فيهم أفضل من الثاني، أكيد ما في إنسان له نفس الدرجة، أو خلينا نقول صعب أنه يكون في إنسان له نفس الدرجة مع إنسان آخر. الله سبحانه وتعالى يقول ورفع بعضكم فوق بعض درجات، هذه الطبيعة. فأقول أنه لابد أنه في فرق بين هذا وهذا وهذا، إلا أني أقول أنه إلي كإنسان مسلم لا يجوز لي إني أنا أتكلم عن الفروق، ولا يجوز لي إني أنا أفضل واحد فيهم على الآخر. نعم في فرق، ولكن لا يجوز لي إني أقول والله هذا أحسن من هذا، لأني في هذا الأمر عمالي بضع نفسي مكان الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولتقل ما تريد أن تقل. إن أردت أن تكون حكما بين خصمين لابد أن يأتي الخصمين أمامك ويرتضوا الاثنين منك أن تكون حكما بينهم، وكل منهم يقص حجته أمامك ثم تحكم بينهم. فكيف تحكم بين شخصين قضى أمرهم وماتوا والرسول عليه الصلاة والسلام نهانا نحن نتكلم في أمورهم، وإنت بعد فترة زمنية شو عمالك بتيجي عمالك بتفضل واحد على واحد؟ وهذا كما قلنا من باب الفتنة، من باب الفتنة العظيم. عشان هيك بنقول إخوان إن بدأ شخص ما أو جماعة ما تتكلم وتبرز هذه الأمور فنقول هذا باب فتنة. وهون إخواني حال هذا الإنسان واحد من اثنين،
أو واحد من ثلاثة. الأولى سأتكلم وأقول جاهل، سأقول أول شغل إنه جاهل لا يعلم ما قلنا حاليا، إن أكرمكم عند مين؟ عند الله، ولا يعلم أصول فض النزاع ما بين الناس، أنه يجب أن يحضر الطرفين إلى مجلس النزاع وكل يحج بحجته، لا يعلم، نقول أنه جاهل. أخواني لو قلنا جاهل، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله عنه قسم الناس إلى أربعة جماعات. شو قال؟ قال الناس أربعة، قال يعلم ويعلم أنه يعلم، هذا نوع من الناس، فذلك عالم فاتبعوه. الأصل نحن نعرف ونتبعه، ويقول يعلم ولا يعلم أنه يعلم، عنده علم بس يعني شو ماله، يعني هو بيعتبر أنه هو ما بيعرف، بس اللي حواليه شايفين أنه بيعرف. شو بقول عليه؟ فذلك متواضع فارفعوه، هذا الأصل. ثم يقول لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، بيعرفش وبيعرف حاله بيعرفش. شو بقول؟ فذلك جاهل فعلموه، الأصل أن أنا أعلمه. شو بقول للرابع؟ لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، فذلك أحمق فاجتنبوه، فذلك أحمق فاجتنبوه. هذه أنواع الناس اللي قسمهم إياه. عشان هيك إخواني من أقول هذا الإنسان ربما كان جاهل، فالأصل إنه شو يسوي؟ إذا كان جاهل مش إحنا اللي نتبعه، إحنا اللي ندور على إنه إحنا ندله على الخير، فإن كان جاهل فلا نتبعه. هذا الحال الأول. الحال الثاني إنه فعلياً إنسان جيد، إنسان يعني عنده علم ويحترم الأمور الشرعية في الأساس في الأصل، إلا إنه في عنده هوى للدنيا، عنده في إيش؟ هوى للدنيا. وهذا إخواني حال كثير من الناس في آخر الزمان. الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم عن صفة آخر الزمان، شو قال عنها؟ قال إنه الناس تصاب بالوهن. شو هو الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. فلربما هذا الإنسان أحب الدنيا وأحب جاهها وسلطانها ومناصبها، وفضل هذا الجاه والسلطان والمصالح الدنيوية على إيش؟ على الأحكام الشرعية، فباع إيش؟ باع الدين بعرض قليل من هذه الدنيا. فنقول إخواني إنسان يبيع أساسات دينه حتى أنه يتحصل على مصالح لا يجوز اتباعه. فلربما كان هذا الإنسان عنده علم وأساسه صحيح، وشهدنا له في الماضي أنه هو إنسان جيد ويسير على أساسات الدين، ولكن هو يريد أن يصل إلى منصب معين، هدف معين، ولقاء وصوله لهذا المنصب شو سوى؟ فرط في مسيرته وبدأ يتنازل لفلان وعلان ويتكلم بما يرضيهم، عشان شو يسوي؟ يصل إلى هذه الغاية. أنا أقول إخواني مثل هذا الشخص يعني لا يجوز أن احنا نتبعه بأي حال من الأحوال. أما الحال الثالث فأن يكون فعليا ممن يريدون الهجوم على الدين والإضرار فيه، ولكن متخفين. وتحصيل حاصل أيضا في هذه الحالة نقول أنه لا يجوز اتباعه. عشان هيك إخوان نصيحتنا لإخوتنا في اليمن أنه تحروا أين تضع قدمك ومن تتبع. هذا الذي تتبعه لربما حرفك عن المسير وضيع تعبك وجهدك. ووصلني كثير من الإخوة، كثير من الإخوة وبالأخص من اليمن إخواني، يعني يتكلموا معاي بحرقة إنه هو يعني تم خداعه وتم تضليله ومشي خلف مجموعة من الناس فترة زمنية طويلة، وفي النهاية بدأت الأمور تتكشف له. أرسلوا لي كثير من الناس كثير من الحيثيات والخطابات ومقاطع الفيديو والنصوص والكلمات التي تدل على انحراف هؤلاء عن المسير. وأنا إخواني يعني حفاظا على وحدة الصف قدر الإمكان، وحتى أنه ما يصير فيه خلل، يعني أحجبت وأعرضت أنه أنا أنشر مثل هذه الأمور، وإلا أني
في النهاية قررت أني أنا أقوم بهذه النصيحة على وجه الله سبحانه وتعالى حتى أنه نقلل الضرر قدر الإمكان. نقول هؤلاء أيضا من الأمور اللي بيتكلموا عنها بحرقة أنه هؤلاء أيضا بيفرضوا عليهم دفع مبالغ مالية لإيش تغذية المسيرة اللي هم قايمين فيها. فالمسيرة إخواني إن كانت خطأ فأيضا نصرف عليها من جيوبنا مال على هذا الخطأ، فهذا أيضا سيكون إخواني من الخلل أو الضرر العظيم. عشان هيك إخواني وجب التنبيه في هذا الأمر. هلأ منعود إخواني قلنا نحن راح نبدأ في آخر المعاقل التي ستبقى صامدة بإذن الله، ألا وهي الشام واليمن، هذول آخر المعاقل. نرجع برجوع نتكلم عن المعاقل اللي حدثنا عنها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه هي راح تكون باب هم وغم، ونرتبها إخواني ترتيب. يعني في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في أحاديث تشير لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه تكادون أن تكونوا جندا مجندا مجندة، جند في العراق وجند في الشام وجند في اليمن. طلع اليمن ذكرت هنا مرة أخرى أنه سيكون عليها حرب، ولكن أيضا اليمن ذكرت أنها راح تكون من المعاقل اللي راح يتم فيها الخير في آخر الزمان. يعني الحرب راح تنتصر أو ينتصر الشر في حربه على العراق والشام، إلا أنه سيكون انتصاره محدود جدا فين؟ على اليمن، حتى لو قام بفظائع عظيمة في اليمن إلا أنه لن يقوم بكسر الأنفس اللي راح تجاهد وتقاتل وتنصر المهدي في آخر الزمان. عشان هيك هاي الحديث تشير لهذا الترتيب. حديث آخر عن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم ويقول، يعني هذا الحديث يروي أبو هريرة، يقول منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. يعني أبو هريرة يقول شهد على ذلك لحم أبو هريرة ودمه، يعني هذا الحديث سمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الحديث، يعني احنا في الحديث الأولاني تكلمنا عن ثلاث مناطق، العراق والشام واليمن. هذا الحديث بتكلم عن مين؟ العراق والشام ومين؟ ومصر. يعني صار في عنا أربع مناطق ستكون باب هم في آخر الزمن، العراق الشام اليمن ومين؟ مصر. مصر. هلأ في هذا الحديث لما يقول منعت العراق، يعني شو معناه؟ معناه أنه كل ثروات العراق في آخر الزمان ستمنع عنها، وإن كانت موجودة فستكون ظاهريا. أنا مش خبير اقتصادي إخوان، ولكن من هذا الحديث شو بقول لكم؟ بقول لكم حاليا العراق من أغنى الدول في البترول في العالم، إلا أني أنا متأكد من قراءتي لهذا الحديث أنه كل أموال وعائدات النفط في العراق لا تدخل الخزينة العراقية إلا لربما يعني يتم أو يقوم الشيطان بإيش؟ بدفع رواتب مالية للي بيشتغلوا في تسيير المصالح لهذا الأمر، أو رشعوات أو مبالغ حتى أنه يستمر هذا الوضع على الإطلاق. أما الحكم والمال الحقيقي لم يبروح، بروح للشيطان. وأيضا الحديث شو بيشمل؟ ومنعت الشام مديها ودينارها، هذا أيضا بعني أن الشام حاليا ليس لها كلمة. يعني أستطيع أن أقول إذا احنا فعليا كنا بآخر الزمان وبين قوسين نقول والله أعلم، نحن لا نتألى ولا نشترط ولا نقول إلا الله أعلم، إنما نظن ونحسب أننا في آخر الزمان. فهذا الحديث شو بقول لنا؟ بقول لنا إنه بشار الأسد في الشام مجرد إيش؟ مجرد صورة، وخيرات الشام كلها لم بتروح إلى الشيطان وحزبه، وهذه الصورة حتى تبقى معلقة على حائط الشام، هو يمرر لها كل مصالح أو كل خيرات الشام من هذا الحديث. فهذا الحديث يشير لأنه أيضا الشام شمالها
ستمنع كل خيراتها، وخيراتها ستؤول إلى الشيطان في آخر الزمن. والحديث أيضا إخواني يتكلم على نفس الحال لمين؟ في مصر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ ومنعت مصر إردبها ودينارها، يعني خيراتها ستمنع وستجبى لمين؟ لصالح الشيطان في كل الأحوال. إخواني إحنا شفنا كيف أن مصر وللأسف تقامت بالتخلي، بالتخلي يعني عادة رسم الحدود، رسم الحدود البحرية، بحيث كان في عندها يعني منجم أو خلينا نقول حقل غاز كبير في مياه الإقليمية البحرية، لأنها أعادت ترسيم الحدود بطريقة ما، حتى خرج هذا المجمع من حدودها المائية. وشفنا كيف أنها تخلت عن جزيرتين هامتين في البحر الأحمر لصالح في النهاية مشاريع يقوم فيها حزب الشيطان. فنقول إخواني معناء القرارات اللي موجودة في مصر وبالأخص في الاقتصاد ليست بيد مصر وأبنائها، إنما بيد حزب الشيطان. وأنا إخواني من هذا الحديث يعني أستطيع أن أقول إنه ستكون كل التصرفات المالية في آخر الزمان اللي إحنا موجودين فيه في مصر لصالح حزب الشيطان. ولربما إخواني علماء الاقتصاد إذا هم بدرسوا الحال راح يشوفوا يعني وضع مصر الاقتصادي شماله سيكون فيه هبوط، يعني كل يوم عن يوم، كل فترة عن فترة سيزداد الدين المتراكم على مصر، سيزداد مش راح يقل، راح يزداد هذا الدين، حتى إنه يمعن الشيطان في إحكام سيطرته على القرارات التي تتخذ داخل مصر حتى يجبرها بتنفيذ هذه القرارات. فالحرب الاقتصادية، هذا الحديث يتكلم عن الحرب الاقتصادية على هذه الدول الثلاثة العراق والشام ومصر، ستشتد في الآونة الأخيرة حتى لا يكون هناك قرار يتخذ من قبل أي قيادة فعلية داخل العراق والشام ومصر، وسيكون صاحب القرارات في آخر الزمان هو الشيطان وحزبه. معناه إخواني نقول بهذا الترتيب أن الحرب في آخر الزمان ستبدأ في العراق، وشفنا كيف أن العراق من تقريبا 2000 وهي في صراع وحرب ولا زالت لغاية الآن، وهي الآن دمية ولعبة لعوبة بيد الشيطان، ثم تنتقل إلى بلاد الشام. ونعلم إخواني أنه أيضا بلاد الشام حاليا سوريا في يد الشيطان، ويمكن إجمال الأمر أن كل بلاد الشام بيد الشيطان. إحنا الأرض المقدسة يعني وحرام على قرية أهلكناها، يعني هذا المطرود قرر أنه يدخل ويقوم ببسط سيطرته على الأرض المباركة. لبنان إخواني نعلم أنه هي يعني جزء تقريبا من فرنسا، الأردن نعلم أنه هي جزء من بريطانيا، بلاد الشام حاليا سوريا نعلم أنه هي ألعوبة بيد روسيا، يعني كلهم كل بلاد الشام أصبحت ألعوبة بيد الشيطان. عشان هيك إخواني نقول معناه العراق والشام وحرب على اليمن. حرب اليمن إخواني نعلم أنه يعني هناك دول عربية قررت أن تقوم بهذه الحرب على اليمن، ولكن نعلم أنه الفاتورة التي تدفع لمين تدفع؟ يعني كل غارة تشنها السعودية أو غيرها على العراق في فاتورة تصدر من أمريكا، تصدر إلى السعودية على هذه الغارة اللي قامت فيها. ليه؟ لأنه الدعم اللوجستي أو الأقمار الصناعية أو الأجهزة الإلكترونية اللي حدثت وحددت مكان وقوع الضربة جاءت من هؤلاء، فيتم دفع فاتورة على كل طلعة جوية يقوم فيها هؤلاء على بلاد اليمن. عشان هيك إخوان نقول إنه في حرب على اليمن، وهذه الحرب من المؤكد ستكون صعبة جدا جدا جدا، تدخل أهالينا في اليمن في حالة فقر ومرض وتعب وإرهاق شديدين عظيمين.
يعني إخواني سيكون هذا الإرهاق عظيم جدا جدا جدا. إلا إني أقول وأبشر هؤلاء صبرا آل ياسر، صبرا. يعني أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تتكلم عن نجاحكم، هذا الصبر سيثمر بنجاح وسيكون نتيجته خروج المهدي، خروج المهدي. تمام. سأروي إخواني أيضا أثر جاء في كتاب ابن حماد، يعني لربط المواضيع بعضها ببعض. يعني في الأثر الذي جاء في كتاب ابن حماد عن الحكم بن نافع يقول: لا يشكن العراق يعرك عرك الأديم، هاي العراق، ويشق الشام شق الشعر، هاي الشام، وتفت مصر فت البعرة، هاي شو رجعنا للبعرة. الزيادة هون ليش أنا رويت هذا الأثر مع أنه هو ليس بحديث ولكنه أثر، فعندها ينزل الأمر، فعندها إيش ينزل الأمر. في هذا الحديث إخواني يعني يتكلم أنه لما تبدأ هذه الإرهاصات جميعها يبدأ الأمر. وهون إخواني لربما أيضا ذكرت حديث آخر كنت أنا كاتبه، إن شاء الله أجده أو ألاقيه، يتكلم في نفس الباب. أذكر معنى هذا الحديث أنه عندما تبدأ هذه الأمور في العراق والشام واليمن، هاي الحديث نفس الحديث اللي احنا قرأناه ولكن بصورة أخرى. يقول عليه الصلاة والسلام: يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل الروم. ثم سكت هنيها ثم قال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. يعني هون إخواني شفنا في الرواية الأولانية تكلمنا عنها، فعند ذلك يتنزل الأمر. في هذا الحديث لما يتكلم عن العراق والشام ومصر يتكلم أنه يأتي الخليفة، فكأنه هذه الأحداث التي تتكلم عن الحرب الاقتصادية في آخر الزمان على العراق والشام ومصر والحرب الفعلية على أهل اليمن من ضمن الحرب الاقتصادية والحرب الحروب الأخرى الموجودة على اليمن، ستكون هذه الأمور كلها إرهاصات لإيش؟ إرهاصات لظهور المهدي نفسه. لأنه الذي يحصل المال حثوا ولا يعده عدا جاء في روايات أخرى أنه هو المهدي. عشان هيك إخوان نقول لربما إحنا في آخر الزمان، ودائما نقول والله أعلم، ونقول أنه ما نشهد اليوم ومن هذه الأحاديث ربما دلت على أنه حال مصر القادم لا يبشر بخير. يعني اللي قادم على مصر لا يبشر بخير. لربما يعني سيكون حال مصر شبيه بحال العراق وحال الشام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع الشام والعراق والشام ومصر في حديث واحد في نفس المعنى. ونقول يعني اللهم سلم، نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف في العباد. نعود إخواني مرة أخرى للحديث اللي ابتدأنا فيه عن حروب المهدي. يعني إذا احنا بدأنا نرتب الأمور بخلاصة ما تكلمنا عنه، فالأمور ستكون بهذا الترتيب: حرب في العراق هذه أولها، بعدين حرب في الشام، بعدين حرب على اليمن، بعدين سيكون هناك حرب
على مصر، حرب على مصر. بعدين بعد هيك ستأتي الرايات السود وتدخل وتقوم بمذبحة كبيرة وعظيمة داخل بلاد الحجاز. بعدين سيظهر المهدي. بعد ما يظهر المهدي سيخسف بجيش السفياني. بعد ما يخسف بجيش السفياني تبدأ حروب المهدي الأربعة. أول حرب مع الحجاز، ثاني حرب مع فارس، ثالث حرب مع بني الأصفر، ونحسب أنه نتيجتها ستفتح روما وتفتح بالتكبير. وآخر الحروب على الإطلاق ستكون فين؟ مع الأعور الدجال، يعني سنعود إلى بلاد الشام من جديد، وستبدأ الحرية تعود قليلا قليلا بعد موت الأعور الدجال، بعد مجيء سيدنا عيسى ونزوله في المنارة البيضاء في بلاد الشام، ثم تقدمه إلى الأرض المقدسة، إلى المسجد الأقصى. فهذا الترتيب الذي نظنه، ونذكركم إخوان، ما بين المهدي والأعور، يعني ما بين أول حرب من حروب المهدي من الحروب الأربعة وما بين آخر حرب في هذه الفترة الزمنية، لربما ونقول ولا يعني نحسب، سنشهد آية الدخان، ولربما شهدنا أيضا الطارق، ولربما شهدنا أيضا الخسف بأمريكا كما تكلمنا، وفي هذه الفترة أيضا لربما شهدنا الجوع، يعني القحط على مدى 3 سنين، وفي آخر السنين الثلاثة اللي هي راح تكون ملتصقة باتجاه مجيء الأعور سيظهر الأعور الدجال. نقول إخواني هذا الترتيب الغالب، ولكن نقول دائما الله أعلم، ونسأل سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة لجميع المسلمين في كل بقاع الأرض. عشان هيك إخواني احنا بنطلب من الجميع ان هي تتفكر في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام والأحداث التي ستحدث، وبالأخص إخوتنا في اليمن، إخوتنا في اليمن سيكون عليهم كرب عظيم وحرب خداعية عظيمة من قبيل المخادعة، لأن الشيطان وحزبه يعلم أن هؤلاء سينجوا من فتن آخر الزمان بطريقة ما، وسيكونوا أعظم أنصار المهدي. عشان هيك إخواني ندعوهم أن يكونوا على قدر هذه المسؤولية وعلى قدر هذا الامتياز اللي ميزهم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من الوعي، وعلى قدر هذه الأحاديث التي ذكرت فضولهم وأفضالهم لأهل اليمن وجماعتهم مع أهل الشام. إخواني سأكتفي بهذا المقدار، وأدعو الله سبحانه وتعالى وأقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا، وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير، سل فيهم، الله يكرمكم، بارك بأعماركم إن شاء الله، يعافيك ربي إن شاء الله، السلام يا الله، بسم الله.